صباحكم، صباح الخير على الكل والجميع. الله يسعد صباحكم بالسعادة والسرور إن شاء الله، يجعل هيمة مباركة على الكل والجميع. ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وغفر لنا وغفر لكم يا رب العالمين، وشافي كل مريض بحق هالصباح الفضيل. صباح الخير. بعدها غطيت عنكم ما قدرت أصور لأن كان المكان برايفت وعلى قولتهم خاص شوية، فنحترم خصوصية أماكن اللي نعزم فيها. وإن شاء الله اليوم يوم جديد ونشوف يومنا إيش نبدي وياه بعد شوي. الله يسعد صباحكم جميع، صباح الخير. اليوم مضروبة بس كمان يشوف تحمس الدياية، تالي تمرق عليها تقطع عليها العيش عقب الظهر الدياية، واخلي شوية شوي خلنا نصور لهم وتفلسها، تشيل عنها كل شيء الشوكة، تالي ترد اللحم مرة ثانية هني وتضربه قوة. هذا الدياي بيقطعونه الحين حق صينية الدياي داخلها، بوريكم تلايا. الباجلة، الخضر، بطاط، بيزر، بصل، ثوم، زنجبيل وطماط وشوية شبنت، طبعا معجون. وهذا عندنا الطماط الزاهب ما كسرنا بدازين لنا شيء عدل على طول. محمس الطماط مع الزنجبيل والثوم والبصل، نسوي مثل التعلية والطماطة، ونحط الخضرة والدياي عقب ما نشوح الدياي، نصف فوق على الخضره تكلها وندزها بالفرن. يلا عشان يمدنا بنروح نصلي، انا بسرعه بسرعه قلت لكم يلا امناكم الله. يعني صينيه دياي بالفرن بس على باجله خضر وعلى شبنت، ونسويها القيمة مشخور، وهناك نسوي مضروبه، والهون برك ما يهون ورانا شغل الليله ولويه عشان لا نتاذى بالحوسه. امناكم الرحمه. لحقت عليهم، الله يسلمكم. حمروا الدياي، بهرنا اول، فركناه بالبهارات والليمون وشويه زنجبيل لنا عم، وحطينا عليه شويه دارسين وقليناه في شويه من الزيت والزبده او السمنه عشان يعطي ريحه. الحين بنشيله من هني نخليه على كتر، ونحمس مكانه البصله والزنجبيل والثوم والطماط والمعجون وهذا والشبد كله، سوينا مثل الصلصه. كان صفه مره ثانيه مع الخضره وندزها بالفرن. يبي حمضه زايد يزيد شويه، هذا عندنا لومي ما شاء الله فريش مال الشيخ، تو عصري لي شويه لومي. حمضة على حلاتي. استخدمت اليوم هذه السمن العداني الألماني، عجيب خوش ريحة عليه. خليه على الراحة، يا بنت حلال كل ما تسوي فيها سمن حلوة تحمر. الحمرة طعمه يصير ألف وتروح عنا، كان في سمكة أو في سفرة أو في شيء، وناس يحبونه على طول. أكو طباخ روح بس يحطون كل شيء ويدزونه بالفرن، هم ما يضره هم لذيذ، لكن هذه تطلع طريقة أتكن ألذ شوي. على ما يخلص تحمير الدياي عندنا هذا بهار أمي خفيف على البصل، حمرة هنا وياه شوية حبيبة، ما يبي بهارات وايدة لأن الدياي أساسا مبهر، أنا البهار اللي حق الدياي البادي الشبنت تفخر ريحته، واللي ما يحب الشبنت يقدر يستخدم أي خضرة ثانية، بس ألذ شيء مع الباجل الخضر الشبنت. يعني تبون التمن البقلي هذا عشان نحط فيه الشمنت يصير تخنين، نفس الشيء احنا مسويه مشخور وناكله مع المشخور. تحمر الدياي خلاص مش حلوه. زين نشيله على كتر عشان نكمل حماسنا هني، باقي الاشياء اللي بنحطهم كلها متحمره. ويهو بعد ردة تالي بالخلطة ونجزها بالفرن يكمل سوا، ما تصير الساعة 2 علي هي. الله يسلمهم عيالنا اللي كله زاهر. على طول ريحة الزبدة سمن العدالي الألماني عجيبة وياه، إن شاء الله يبخر ريحة. دبل البصل على طول بننزل فوقه المعجون عشان يحمس وياه قوطية المعجون، فرهم فرتين تظهر ريحتهم، كل ما حمس المعجون يطلع طعمه أحسن وألذ. عقب نعطيه باقي الطماط وباقي الصلصة تحمس وياه، ونكمل عليه بقيته، والملح عاد على حسب ما تبون. الطماط طري من حمسه صهود زين يربط نوبة واحدة. نص الشبنت الحين عشان يعطيه طعم،
اعطيني بابا هذا الطماط المطحون. اي ايوه هذا ما شنو هذه اي ماركه ماركه هذا خوش طماط. هذه اربطوا ويانا بابا هذه صلصتها تقريبا شبه جاهزه الحين. ننزل فيها باقي الخضره وندزها بالفلفل. وهذا عشان يعطيها الحمض هذا. هذا ترى الليمون مو حامض وايد، هذا من شيرنا فطعمه حامض حلو يونس. خليها تطابخ شويه. هذه الخضره. يزر وبطاط وباجله خضر وبصل عدل كل خيرات الله. الحين تالي بننزل فيها الدجاج وندزها بالفرن وبس عيننا الله خير. خلص سوينا هناك القيمه تعيش وياها مسويها مضروبه بعد خيرات الله. طبخه سريعه وناطعه. اكو ناس يحبوا الباجله مقشر، انا لو عندي باجله خضر الله يرحمها امي اللي الفريش هذا الجديد حطه مو البقلوبه خلين يستوي زينه لين تسبك مره واحده. الحين ونرد الدجاج فيها عشان ندخلها الفرن. صفه صف العدل سادر وفخد سادر وفخد حق اللي يبي سادر واللي يبي فخد. صفيناه شوف ايش حلوه. اعطي شويه شبنت على وجهه. انت والله انا احب طعمه واحب ريحته. اكو ناس ما يستغفر لونه بس انا احب طعمه خاصه مع هالطبخه. خليني استوي سليمه بس ونغطي وندزه بالفرن بسلامتكم. فرن ما شاء الله سبك على الراحه. بعد نص ساعه او ثلث ساعه بالكثير بيكون جاهز. حطوا غدانه هذه المضروبه. هذه صينيه الدياي وهذا المشخول وهذا على قولتهم اللي ما يستغنون عنه العيال لازم كباب. هذا الكباب وهذه الجدياي مقطعه. وسهمكم العافيه حبايب قلبي.